السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو اللي إن شاء الله غنقدم فيها كوريجي ديكزامان دو لا كونتابيليتي جينيرال الخاصة بالطلبة ديال الإس أن بالنسبة لجامعة عبد الملك السعدي فاكولتي دي سيونس جوريديك إيكونوميك إي سوسيال أو تيتوان. هذا الامتحان خاص ديال الأستاذ الراجع. بالنسبة للمكونات ديال الامتحان فكتكون من 3 ديال لي سوجي، نشوفوا كل سوجي بوحده. نبداو على بركة الله بالسوجي الأول. بالنسبة للترافاي افير ديال السوجي الأول، عندنا مطلوب ليتابليسمون دي زوبيراسيون او جورنال، يعني هاد لي زوبيراسيون الربعة اللي عندنا غندوزوهم في جورنال. نشوفوا لوبيراسيون الأولى، لو 10/4/2013 بايمون اون اسبيس دي فري دو تيليفون par 2000 dirhams, pièce de caisse numéro 6. بالنسبة لهذه الأوبراسيون، الباساسيون ديالها في الجورنال غيكون كوم سويت. عندنا لي فري دو تيليفون، سو سون دي شارج، اي لي شارج كنعرفو بلي ملي كيتزادو راه كنسجلوهم في الديبي، فوالا 61455. المونطون 2000 درهم، خلصناها اون اسبيس، يعني غنسجلو في الكريدي. لا كيس ايت ان كونت داكتيف، وحنا كنعرفو بلي لي كونت داكتيف ملي كيتنقصو لنا كنسجلوهم في الكريدي. لا دات 10 في شهر 4، نيميرو دو كونت لا كيس 51 61، لي بيلي بيس دو كيس نيميرو 6. بالنسبة لوبيراسيون سويفونت، عندنا 12/6/2013 ريغلومون اون اسبيس بيس تو كيس نيميرو 9 اونوفير دافوكا 5000 درهم. لي زونوفير هما الخلاص ديال المحامي. بالنسبة لي كريتور كونتاب، غنسجلو اونوفير 61 365، حتى هو كونت دو شارج. باش خلصناه اون اسبيس، يعني غنكريديتيو لو كونت كيس حيت نقص لينا نيميرو دو كونت 51 61، فوالا لا دات اي بيس دو كيس نيميرو 9 اي لي مونطون. بالنسبة لوبيراسيون نيميرو 3، 15/7/2013 بايمون دي شارج دانتيغي باغ شيك بونكار 2000 درهم، شيك نيميرو 15. هنا خلصنا دي زانتيغي خلصناهم. اي حاجة كنخلصوها راح شارج، خصوصا الا كانت ديفينيتيف، يعني لا رجعه فيها. لي زانتيغي الكونت ديالو هو انتيغي دي زومبرا اي ديت، نيميرو دو كونت 63 11، سو سون دي شارج فينونسيير، خلصناهم باغ شيك. الوغ لو كونت بونكر ديالنا غينقص، فوالا غنسجلوه في الكريدي، حيت قلنا لي زاكتيف ملي كيتنقصو كنسجلوهم في الكريدي. نيميرو دو كونت 51 41، شيك نيميرو 15، اي فوالا لا دات. بالنسبة للأوبيراسيون الأخرى، عندنا 15/7/2013 بايمون دي شارج دانتيغي باغ شيك بونكار 1500 درهم، شيك نيميرو 16. فوالا غنديبيتيو كذلك لي زانتيغي دي زومبران اي ديت. لا دات ملي كتكون في نفس النهار، يعني ما كنعاودوهاش، لا داعي للتكرار، كنسجلو جوست هاد حرف دي اللي كيعني لنا لا دات ديال نفس النهار. خلصنا باغ شيك بونكار 1500 درهم، 1500 درهم 63 11 51 41، شيك نيميرو، عفوا هنا عندي شيك نيميرو 16. فوالا سوجي رقم 1. ندوزو لسوجي رقم 2، مطلوب منا نحسبو لو بينيفيس بغيت، ولكن عطينا هنا 3 زيبوتيز، يعني 3 ديال الحالات، نشوفو كل حالة على حدة. بوغ كالكولي لو بينيفيس بغيت، اون ا بوزوان دو لا فورميل سي ابخي. لو بينيفيس بغيت كيساوي لنا لو شيفر دافير موان لي زاشا موان فاريسيون دو ستوك. لو شيفر دافير
هو رقم المعاملات، سي لا سوم دي فونت، يعني اي حاجه كنبيعها كتدخل في لو شيفر دافير، يعني لي فونت اللي عندي، موا لي زاشا هما المشتريات اللي عندي، موا لا فارياسيون دو ستوك ايت ايغال ا ستوك انيسيال موا ستوك فينال. ليبوتيز الاولى شنو عطاونا؟ عطاونا قالونا باللي لو ستوك دو ديبي اي لو ستوك دو فان ديكزارسيس سون ايكو، يعني بحال ستوك اللي عندنا في الاول ديال العام بحال اللي عندنا في الاخر ديال العام. وهنا لو شيفر دافير عندي 1,300,000 درهم، وبالنسبة لي زاشا 870,000 درهم. الو المعطيات عندي خصني نطبق. بالنسبة للبوتيز الاولى شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بلي لو شيفر دافير هو 1,300,000 درهم، لي زاشا 870,000 درهم، لا فارياسيون دو ستوك قالوا لنا بحال الستوك اللي عندي في الاول بحال الستوك اللي عندي في الاخر، يعني بحال مثلا عندي في الستوك اللي عندي في الاول 10 وفي الستوك اللي عندي في الاخر 10، يعني قلنا ستوك انيسيال موان ستوك فينال، يعني بحال الا 10 ناقص 10، يعني 10 ناقص 10 صفر، لا داعي انني نسجلو. وبالتالي لو بينيفيس بويت في هذه الحاله غيكون 1,300,000 درهم ناقص 870,000 درهم يعطيني 430,000 درهم. بالنسبة لبوتيز نيميرو 2، لو ستوك دو فان ديكزارسيس اي انفيريور دو 30 000 درهم ا سولوي دو ديبي ديكزارسيس، يعني ستوك ديال الاخر ديال العام عندي ناقص على ستوك ديال الاول ديال العام 30,000 درهم. يعني بحال الا مثلا عندي ستوك ديال الاول ديال العام 30,000 درهم والستوك ديال الاخر ديال العام صفر، وبالتالي لا فارياسيون دو ستوك غتعطيني 30,000 درهم. يعني هنا في هذه الحاله باش نحسب لو بينيفيس بروت غنشد 1,300,000 درهم، ننقص منها لي زاشا اللي المونطون ديالهم 870,000 درهم ناقص 30,000 درهم، حيت قلنا ستوك انيسيال كبر من ستوك فينال ب 30,000 درهم، وبالتالي غيخرج لي الفاريشن ستوك ب 30,000 درهم. بالنسبة للو بينيفيس بروت غنشد 1,300,000 درهم ناقص 870,000 درهم ناقص 30,000 درهم غتعطيني 400,000 درهم. بالنسبة لآخر ايبوتيز عندنا لو ستوك دو فان ديكزارسيس اي سوبيريور دو 40,000 درهم ا سولوي دو ديبي ديكزارسيس، هنا عندي ستوك ديال الاخر ديال العام ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال ب 40,000 درهم، يعني النتيجة غتخرج لي بالموا ناقص 40,000 درهم، والناقص ديال القاعدة مع الناقص اللي عندي ديال لا فاريسيون دو ستوك غيرجع لي زائد. يعني باش نحسب هنا البينيفيس بغيت غنشد 1,300,000 درهم ناقص 870,000 درهم زائد 40,000 درهم، حيت الناقص والناقص، الناقص ديال لا فورمول فوالا، والناقص ديال لا فاريسيون دو ستوك حيت عندي ستوك انيسيال صغر من ستوك فينال ب 40,000 درهم، وبالتالي 1,300,000 درهم ناقص 870,000 درهم زائد 40,000 درهم غتعطي لي لو بينيفيس بويت اللي هو 470,000 درهم. فوالا لو سيجي دو اي تيرميني. بالنسبة للسيجي رقم 3 واللي هو الأخير، عندي في لي دوني لا سيتياسيون باتريمونيال دو لونتربريز، وعندي لي زوبيراسيون افيكتوي بار لونتربريز بوندون لاني 2013. نبداو بالسؤال الأول، مطلوب منا أننا نيتابليو لو بيلون إنيسيال دو 1/12/2013، يعني البيلون إنيسيال. حنا كنعرفو بلي لو بيلون إنيسيال خاصو يكون إيكيليبغي حتى لو بيلون دو فان ديكزارسيس، ولكن جوست أن لو بيلون إنيسيال و لو بيلون دو كلوتير شنو الفرق ما بيناتهم؟ وهو أن لو بيلون إنيسيال مكتكونش عندنا فيه لو ريزولتا، و لو بيلون فينال حنا كنإيكيليبريوه بلو ريزولتا. هنا في هذه الحاله عطينا لو بيلون انيسيال، يعني ما غنحسبو ني ريزولتا ني حتى حاجه. الوغ بالنسبه لي كومبوزونت دو لا باتريمون دو لونتربريز، عندنا كليون واللي هما لي كريونس اللي كنسالو لي كليون ديالنا 50,000 درهم، عندنا فون كوميرسيال 550,000 درهم، عندنا فري بريليمينير 9,000 درهم، موبيليي اي ماتيريال دو بيرو 900,000 درهم، بونك 180,000 درهم، ديت فورنيسور 190,000 درهم،
ستوك دو ماتيير بروميير 300 ألف درهم، لي زومبران 500 ألف درهم، ماتيريال دو ترونسبور 200 ألف درهم، كيس 40 ألف درهم، اي لو كابيتال ادي تيرميني. نبداو على بركة الله بليتابليسمون دو بيلون. Voilà le bilan de l'entreprise. Le bilan, qu'est-ce qu'on a les actifs et les passifs. Les passifs, ce sont des ressources, yani main tangible plus, d'où vient l'argent. Et l'actif, les passifs. On dit capital, on a les emprunts. 500 ألف درهم. علاش جممناهم في الفينانسمون بيرمانون؟ كار لي زومبران هما الفلوس اللي كنتسلف من عند اون ايتابليسمون دو كريدي وما غنرجعهم حتى تفوت عام، فلذلك كنزممهم في الفينانسمون بيرمانون، حيت هاد الكلاس كيجمع ليا كاع لي زيليمون اللي غيبقاو معايا اكثر من عام، واللي يعني بوغ موا اي سون كونسيديري كوم ريسورس، يعني موارد. عندي باسيف سيركيلون فيه لي ديت فورنيسور. هاد لي ديت فورنيسور هما الفلوس اللي كيسال ليا الفورنيسور، يعني الفورنيسور هو السيد اللي كناخذ من عنده السلعه، كيسال ليا 190 ألف درهم، ولكن غنخلصو قل من عام، وبالتالي كنزممهم في لي باسيف سيركيلون. فوالا لو باسيف ديالنا باش كيتكون. ندوزو لاكتيف، يعني هاد الفلوس هادو اللي جبت كنستثمرهم فين؟ غنستثمرهم سواء غنستثمرهم في لي زيليمون اللي غيبقاو معايا اكثر من عام، اللي هما لي فري بريليمينير 9 ألف درهم، فون كوميرسيال 550 ألف درهم، ماتيريال دو ترونسبور 200 ألف درهم، موبيلي اي ماتيريال دو بيرو 900 ألف درهم. فوالا هادو هما العناصر اللي غيبقاو في لونتربريز اكثر من عام، وبالتالي كنزمهم في لاكتيف ايموبيليزي كلاس 2. بالنسبة لكلاس 3 عندي ستوك دو ماتيير بروميير 300 ألف درهم، وعندي كليون. كليون هما الفلوس اللي انا كنسال لي كليون ديالي، واللي كيتسموا دي كريونس، اللي المونطون ديالهم هنا 50 ألف درهم. علاش هاد الجوج ديال لي زيليمون حطيناهم في لاكسيف سيركيلون؟ حيت هاد الكلاس هذا اسم على مسمى سيركيلون، يعني العناصر ديالو ما كيبقاوش فيكس، سو سون دي زيليمون سيركيلون، بحال لي ماتيير بروميير. راه ملي كنجيب انا ماتيير بروميير ما كتبقى ليش في ستوك منزله لواحد المده اللي طويله، سينو ما غنكونش انا اونتربريز، يعني كنجيب ديك الماتيير بروميير باش كننتج بها دي برودوي فيني، يعني ما كتبقاش ستابل. لي كريونس ديالي كذلك، يعني السيد اللي غنبيع له السلعه ما يمكنش نصبر عليه واحد المده اللي كتفوق سنه، وبالتالي يعني ما غنكونش كذلك اونتربريز، حيت لو بوت برينسيبال دو لونتربريز شنو هو؟ هو انها تحقق ارباح. ندوزو لا تريزوري اكتيف. عندي لا بانك اي لا كاس. لا بانك 180 ألف درهم، لا كاس 40 ألف درهم. فوالا. باش دابا السؤال الثاني طالبين مني نحسب لو كابيتال، باش نحسبو فوالا لانكوني كابيتال. هنا في هذه الحاله عندي انكوني مجهول، هذا المجهول هذا فين عندي؟ عندي في الباسيف، اي جو سي كو لاكتيف عندي مكمول، وبالتالي باش نخرج المونطون ديال الكابيتال il suffit de انني نجمع لا سوم ديال لاكتيف كامل، نقص منه هاد جوج ديال لي ديت، لومبران و لا ديت فورنيسور. فوالا كابيتال est égal à la somme des actifs moins la somme des passifs. La somme des actifs عندي جوج المليون و 229 ألف درهم moins 690 ألف درهم، اللي هو لا سوم ديال 500 ألف درهم ديال لي زومبران و 190 ألف درهم ديال لي ديت فورنيسور، وبالتالي غيخرج ليا لو بيلون ايكيليبري بجوج د المليون و 229 ألف في لاكتيف و في الباسيف. بالنسبة للسؤال ثلاثة، مطلوب مني انني نيتابليغ لي فاكتور و ندوز هاد لي فاكتور في الجورنال. نبداو على بركة الله بالفاكتور نيميرو 1، اللي هي فاكتور نيميرو اكس 17. جوج في شهر 4 2013، عندنا اشا دو مارشونديز فالور فاكتور اكس 17 250 ألف درهم اور تاكس، غوميز 5%،
TVA 20%, payable moitié en espèces et l'autre moitié à crédit. Voilà la facture numéro X17. Maintenant, avant que nous devions la facture, le montant brut, les voix, 250 000 dirhams, باش نشوف الغميز 5% نعرفو شحال. كنشدو 250 ألف درهم ونضربوها في 5% 12 500 درهم. أبخي غنحسبو النت كوميرسيال اللي هو مونتون بروت ناقص الريدكسيون اللي عندنا اللي هو 250 ألف درهم ناقص 12 500 درهم غتعطينا 237 ألف درهم و500. هاد المونتون غنضربوه في 20% باش يعطينا المونطون ديال التيفيا اللي هو 47 ألف درهم و500. هاد 47 ألف درهم و500 غنزيدوها على آخر نت كوميرسيال واللي عندنا 237 ألف و500، غتعطينا 285 ألف درهم. بالنسبة للفاكتور الثانية، 10 في شهر 5، لا سوسيتي أغوسي إن فاكتور داشا دو مارشانديز نيميرو 25، أرتيكل أ كونتيتي 100، بخي يونيتير 100 درهم اور تاكس. ارتيكل بي كونتيتي 800، بخي يونيتير 500 درهم اور تاكس. ارتيكل سي كونتيتي 900، بخي يونيتير 600 درهم اور تاكس. روميز 5%، تي في ا 20%، ريغلومون بار شيك بانكير نيميرو 124. بالنسبة لهاد لافاكتور عندي شريت ثلاثة ديال لي زارتيكل، يعني ثلاثة ديال الأمور ديفيرون من عند فورنيسور واحد. ألوغ لا فاكتور في هاد الحالة كتكون كوم سويت، عندي لا ديزينياسيون. ديزينياسيون هما دوك لي زارتيكل اللي شريت، شريت أرتيكل أ و أرتيكل بي و أرتيكل سي. لي كونتيتي هما الكميات ديال لي زارتيكل اللي شريت. لي بخي يونيتير هما تمن الوحدة أو تمن الوحدة. اي لي مونطون بالنسبة هنا، ارتيكل ا عندي 100 كونتيتي بالثمن ديال 100 درهم لونيتي. الوغ باش نعرف المونطون بشحال، غنشد لا كونتيتي غنضربها في البخي يونيتي، 100 في 100 غيعطيني 10 آلاف درهم. كذلك لارتيكل بي شريت 800 كونتيتي او 800 يونيتي، الثمن 500 درهم لونيتي. ألوغ 800 في 500 400 ألف درهم. أرتيكل سي شريت 900 يونيتي، كل يونيتي الثمن ديالها 600 درهم، يعني غنضرب 900 في 600 غتعطيني 540 ألف درهم. غنجمع هاد ثلاثة ديال لي مونطون غيعطيو لي المونطون بغيت اللي هو 950 ألف درهم. أبخي عندي الغوميز ديال 5%، نفس الطريقة غنشد 950 ألف درهم غنضربها في 5%، غتعطيني 47 ألف درهم و500 اللي هو المونطون ديال التخفيضات اللي استفدت منهم. ابخي عندي لو نيت كوميرسيال اللي كيساوي ليا لو مونطون بروت موان الغوميز. الوغ 950 ألف درهم ناقص 47 ألف درهم و500 غتخرج ليا 902 ألف و500. ابخي عندي تي في ا 20%، غنشد 902 ألف و500 غنضربها في 20%، غتعطيني 180 ألف و500. غنزيد تي في على النت كوميرسيال، غيعطيني النت ابي تي تي سي، هو لو نت اللي غنخلص 1,083,000 درهم. بالنسبة لوبيراسيون نيميرو 3، عندي 4 في شهر 7، فاكتور دو دوا نيميرو 140 دو لونتخوبخيز سامي دو غابا، امبالاج ا اوزاج ميكست، 20 ألف درهم أوغ تاكس، غوميز 3%، غوميز 5%، إسكونت 2%، تي في آ 20%، نت أ بيي أ كريدي. فوالا لا فاكتور نيميرو 3، فاكتور نيميرو 140. مونطون بروت عندي 20 ألف درهم، الغوميز 3%، غنشد 20 ألف درهم غنضربها في 3% غتعطيني 600. أبخي عندي لو نت كوميرسيال اللي هو 20 ألف درهم ناقص 600 درهم اللي هي 19 ألف درهم و400. عندي لو غوميز تاني اللي هو 5%، غنشد هاد 19 ألف و400 غنضربها في 5% غتعطيني 970 درهم. بالنسبة للو نيت كوميرسيال نيميرو دو،
عندي 19400 ناقص 940 غتعطي لي 18430. ابخي عندي لي سكونت اللي هو ريدكسيون فينونسي، عندي 2%، 18430 غنضربها في 2% غتعطيني 368.6. ابخي عندي لو نيت فينونسي حيت لي سكونت قلنا بلي هو ريدكسيون فينونسي، الو 18430 ناقص 368.6 غتعطي لي 18061.4. ابخي عندي التي في يا 20%، غنشد 18061.4 غنضربها في 20% غتعطي لي 3612.28، غنزيدها على 18061.4 غتعطي لي نت ابي تي تي سي 21673.68. بالنسبة لا فاكتور ديال 10 في شهر 7، فاكتور دو دوا نيميرو 160 دو لونتربريز شوراك دو كازابلانكا، عندي 36000 درهم تي تي سي، هنا ردو البال تي تي سي دون تي في ا 20%، ريغلومون باغ شيك بونكار نيميرو في 50. الوغ بالنسبة لا فاكتور نيميرو 160 عطينا لو مونطون تي تي سي، ردوا البال ملي كتكون عندنا لو مونطون تي تي سي خاصنا نحولوه لوغ تاكس، حيت لو مونطون بروت توجور كيكون اوغ تاكس. الوغ باش دوز من تي تي سي لوغ تاكس شنو كدير؟ كتشد ديك المونطون اوغ تاكس، فوالا اللي عندنا 36000 درهم، كتقسمو على 1 + طو ديال تي في ا، 1 + طو ديال تي في ا. بالنسبة للطو ديال تي في ا عندي 20% اللي هي 0.2، 1 + 0.2 يعطينا 1.2، وبالتالي نقسمو 36000 درهم نقسموها على 1.2 غتعطي لينا 30000 درهم. هاد 30000 درهم هي المونطون اوغ تاكس. الوغ لو مونطون تي تي سي غنقصو منو المونطون اوغ تاكس غيعطي لينا تي في ا، اصلا هما قالوا لي مرتبية 20%، يعني الى شديتي هاد 30000 درهم وضربتيها في 20% غتعطيك 6000 درهم، وقلنا بلي تي في سو سون دي ماجوراسيون، يعني دي ماجوراسيون يعني اللي كيتزادو، وبالتالي 30000 درهم زائد 6000 درهم غتعطينا 36000. 24 في شهر 10 غوسي فاكتور افوار غولاتيف à une remise de 5% sur facture fournisseur à l'ami de 20000 dirhams hors taxe TVA 20% réglé par chèque bancaire, chèque numéro V50. Voilà la facture. هنا بالنسبه لهاد لا فاكتور افوار شنو قالوا لينا؟ قالوا لينا باللي حنا ديجا شرينا من عند واحد لو فورنيسور واحد لا سوم ديال لي مارشانديز ديال 20000 درهم، ولكن ما كانش عطى لينا واحد الريديكسيون في ديك الوقت، عطاها لينا متأخرا، يعني هاد 5% ديال الغوميز غتطبق على ديك السلعة اللي ديجا أنا شريت من عند لو فورنيسور اللي القيمة ديالها 20000 درهم، يعني 20000 درهم غنضربها في 5% غتعطي ليا 1000 درهم. هاد 1000 درهم هي اللي غنضرب في التيفيا، ما عنديش هنا لو نيت كوميرسيال حيت استفدت هنا غير من واحد التخفيض فقط، ما شريتش هنا السلعة. لا فاكتور اللي غيكون فيها لو نيت كوميرسيال هي اللي كنكون شريت السلعة، او لا شريت السلعة ورجعت واحد القيمة منها، يعني هذه هي لا فاكتور افوار. لا فاكتور افوار تقدر تكون يعني الغوتور ديال لا مارشانديز او الغوتور ديال داكشي اللي شريت، العودة، يعني داكشي اللي شريت كيكون ماشي متلائم مع داكشي اللي كنت انا باغي، وبالتالي هنا 20000 درهم غنضربوها في 5% غتعطي لي 1000 درهم، مباشرة غنضرب ال 1000 درهم في 20% 200 درهم. 200 درهم قلنا ديال التيفيا دائما كنزيدوها، يعني غنزيدوها على 1000 درهم غتعطينا 1200 درهم. الوغ دابا هاد لي زوبيراسيون اللي دوزنا لهم لا فاكتور ديالهم غندوزوهم في جورنال، يعني غنكونطابيليزيوهم. الوغ نبداو بلا فاكتور اكس 17. شنو كان عندنا؟ كان عندنا مونطون بروت، روميز، نت كوميرسيال، تي في ا، ان نت ا بي تي تي سي. بالنسبه لا كونتابيليزاسيون شنو كنحتاجو؟ كنحتاجو اخر نت كوميرسيال، في
حالة ما مثلا عندي جوج أو ثلاثة أو أربعة ديال لي نت كوميرسيال، آخر نت كوميرسيال يعني هنا عندي لو نت كوميرسيال واحد اللي هو 237 ألف درهم و500. هنا كنت شريت دي مارشانديز، يعني أشا دو مارشانديز، يعني لا كونتابيليزاسيون شنو غندوزو؟ غندوزو أشا دو مارشانديز غنحطوها في الدي بي، حيت سيت ان كونت دو شارج اللي قلنا بلي لي شارج ملي كيتزادو كنسجلوهم في الدي بي. المونطون هو اخر نت كوميرسيال اللي كان عندنا 237 ألف درهم و500، كنقولها وكنعاودها، اخر نت كوميرسيال هو اللي كنسجلو في لو مونطون داشا او للفونت على حسب. ابخي عندي تي في ا، تي في ا اللي كانت عندي هي 47 ألف درهم و500، هي ايتا تي في ا ريكوبيرابل سور شارج اللي الرقم ديالها 34 552. الوغ هاد لا فاكتور كانوا قالوا لينا باللي النص غنخلصوه اون اسبيس والنص اكريدي، فوالا بيابل مواتي اون اسبيس اي لوتر مواتي اكريدي، يعني لوتر بالنسبه يعني بالنسبه لو بيمون اون اسبيس راه واضحه عندي الخلاص اون اسبيس، يعني كان كريديتي لو كونت كاس حيت الفلوس اللي عندي في لاكيس نقصوا، والكريدي كان كريديتي لو كونت فورنيسور. فورنيسور هو داك السيد اللي كنشريو من عنده السلعه، ولكن هنا فورنيسور كتعلي لينا ديك لا ديت، دوك الفلوس اللي كيسال ليا دوك الفورنيسور اللي شريت من عنده. الوغ بالنسبه للمونطون اللي كنحط في لي موايان دو بايمون، يعني الوسائل اللي خلصت بها، المونطون اللي كنحط هو نت ابي تي تي سي، هاد 285 ألف درهم هي اللي غنحط في الكريدي، ولكن ما غنحطهاش كاملة، غنقسمها على جوج، حيت قالك مواتي خلصناه اون اسبيس اي لوتر مواتي اكريدي، يعني 50% 50%. الوغ ديك المونطون نت ابي تي تي سي غنقسموها على جوج، غنفرقوها على لا كيس اي الفورنيسور. ندوزو لا فاكتور نيميرو 25، كذلك شريت لا مارشونديز، عندي اشا دو مارشونديز المونطون 902 و500 اللي هو خاصو يكون اخر نت كوميرسيال، فوالا نت كوميرسيال 902 و500. ابخي عندي تي في ا، ايتا تي في ا ريكوبيراب سور شارج 180 ألف درهم و500، اي لا بانك حيت خلصت باغ شيك بونكار، قلنا لو موين دو بايمون او الحاجه اللي كنخلصو بها كنحط النيت ابي تي تي سي اللي هو 1,083,000 درهم. هنا لو ليفيلي فاكتور نيميرو 25. ندوزو لا فاكتور نيميرو 3، عندي اشا دومبالاج ا اوزاج ميكست، فوالا فاكتور دو نيميرو 140، عندي امبالاج ا اوزاج ميكست، يعني هاد الامبالاج هذا اللي شريناه راه حتى هو داخل في لا كلاس 6 سوسون دي شارج. الوغ اشا دو امبالاج ا اوزاج ميكست غنسجلوها في الدي في بلو كونت 61 233، اي لو نيميرو عفوا لو نيميرو غيكون أو لو مونطون غيكون 18,430. هاد 18,430 منين جبتها؟ جبتها من آخر نت كوميرسيال، قلنا ملي كيكونوا عندي بزاف ديال لي نت كوميرسيال كنمشي لآخر واحد فيهم، كنمشي لآخر واحد فيهم اللي هو هذا نت كوميرسيال نيميرو 2، 18,430. ابخي عندي تي في ا، ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج، راه عندي تي في في لا فاكتور بالمونطون ديال 3,612.28. الو هنا عندي واحد لو ريدكسيون فينونسي بالنسبه لي، ريدكسيون كوميرسيال اللي هما غابي روميز ريستور بالنسبه لا فاكتور دو، راه ما كنسجلوهمش، كنسجلوهم جوست في لا فاكتور افوار. لا فاكتور دو
ما كيدخلوش فيها لا كونتابيليزاسيون لي ريدكسيون كوميرسيال اللي هما غابير وميز ريستورن، ولكن لي ريدكسيون فينونسي بحال لي سكونت كيدخلوا. يعني هنا شرينا اشادو مبالاش، حنا شرينا، يعني حنا اللي عندنا الحق اننا نستافدو من التخفيض، وبالتالي لو فورنيسور عطى لي واحد لي سكونت، هاد لي سكونت هذا هو ريدكسيون فينونسي، يعني كيتعطى في الحالة الى مثلا لو كليون خلص قبل الوقت او لا غير خلص قبل الوقت. مثلا لو فورنيسور قال لي خلص في 30 ماي، انا قلت له 15 ابريل غنخلصك، يعني هنا لو فورنيسور يعطيني واحد التخفيض حيت غنعطي له الفلوس قبل الوقت اللي قال لي هو. هنا المونطون ديال الريدكسيون فينونسي اللي هو لي سكونت عندي 368.60، راح عندي في لا فاكتور كنهزو من لا فاكتور، فوالا اسكونت 2% 368.60. اي لو نيت ابي تي تي سي في هذه الحاله في هذه لا فاكتور عندي 21673.68، هو اللي غنحط في لو كونت فورنيسور، حيت هنا قال لك غنخلص اكريدي، يعني هنا هاد لي زاشا ديال لي زومبالاج هادو غنشريهم اكريدي، 21673.68. الا جمعتو هاد لي دو مع هاد لي دو غيخرج لكم بحال بحال، يعني غيكون ليكيليبر. دائما في الجورنال او في لو كورون ليفر او في البيلون، كاع لي زيتا دو سانتيز خاصهم يكونوا ايكيليبري. ندوزو لوبيراسيون ديال لا فاكتور نيميرو 160، عندي المونطون بغيت 30,000 درهم، تي في ا 6,000 درهم، نت ابي تي تي سي 36,000 درهم. بالنسبة للجورنال ديال هاد لا فاكتور غيكون بسيط بحالو بحال كاع لي فاكتور، يعني عندي الاشا دو ماركشونديز 30,000 درهم، حيت ما عنديش لو نيت كوميرسيال غنحط لو مونطون بويت، عندي ايتا تي في ا ريكوبيراب سيغ شارج 6,000 درهم، عندي لا بونك 36,000 درهم. دائما قلنا الموين دو بيمون كنحط نيت ابي تي تي سي. بالنسبة لوبيراسيون الاخرى عندي اوبيراسيون ديال لا فاكتور افوار غير الغوميز، هو اللي عندي، يعني كيف قلنا ديجا راه ديجا شريت لا مارشونديز من عند واحد الفورنيسور وما عطاليش الريدكسيون في ديك الساعه، حتى دازت واحد المده عاد عطالي واحد الغوميز ديال 5%. الوغ هنا في هذه الحاله غنكونطابيليز غير داك الغوميز، ما غنكونطابيليزيش انا لا مارشونديز، حيت هاد لا مارشونديز هادي ديجا كونطابيليزيتها النهار اللي شريتها. يعني دابا في هذه الحاله غنكونطابيليز غير داك الغوميز اللي استفدت منه، وبالتالي هنا الامور اللي غناخد بعين الاعتبار هما هاد الالف درهم وهاد الميتين درهم وهاد الالف وميتين درهم. يعني الجورنال او لا كونتابيليزاسيون ديال هاد لا فاكتور غتكون كوم سويت، عندي غابي غوميز ريستورن اوبتوني سور اشا دو مارشونديز، يعني حيت شريت واحد لا مارشونديز و استفدت من داك الغابي غوميز ريستور، يعني داك الغوميز راه داخل في هاد لي تخوازير. علاش لي كونت اللي كيتسالو بتسعود في الاخر كنديرو لهم العكس ديال اللوجيك؟ هاد لي كونت كيتسماو دي كونت سوستراكتيف. هنا راه مسجل في لي كلاس 6، يعني الكلاس ديال الشارج، واخا هو ماشي شارج كيتسجل تما. كيف قلنا كاع لي كونت اللي كيتسالو بتسعود كيكونوا عكس اللوجيك، يعني هاد الريدكسيون اللي شديت انا راه اوبتوني هو مدخول ولكن كاين في كلاس 6. فوالا كنكون كملت ليكزامان كامل. كان معكم الاستاذ فتحي، نتمنى انكم تكونوا استفدتم من هاد الكوريجي هذا. على فيديو بروشان ان شاء الله.